هذه يا اخواني لقطات صورت صباحها هذا اليوم، كل البنية التحتية من طرق وإضاءة موجودة وكهرباء كذلك مثل ما نحن نشوف في التصوير. لكن يوم بيدخل ويانا المسؤول بنتكلم وياه كذلك بشكل مفصل. أعتقد كذلك لو تلاحظون على أطراف المنطقة في بعض المستودعات تم البدء فيها، يعني أصحاب الجماعة اللي خذوا الأراضي بدأوا الشغل فيها. هذا كله ردا على الأخ اللي كان يسأل حول مدى جاهزية المنطقة هذه، وهل يستطيع أن يشتري ويبدأ مباشرة بعمل مستودعاته وغيرها. معنا الحين الأستاذ عبد العزيز فكري، مدير أول واحة الصجعة الصناعية بالشارقة. أستاذ عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله. كيف الحال أستاذي؟ الله يسلمك طول عمرك. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. أنا أشوف اللقطات، أتمنى إذا كان عندك تلفزيون تشوف اللقطات وياي، ولا ما عندك تلفزيون؟ لا والله، لكن المشروع يعني عارفينه زين، أنت حافظنا أكثر منا. الله يسلمك. أنا أشوف اللقطات الحين الأراضي فاضية، ولكن المواقف ما شاء الله موجودة، الطرق موجودة، الأرصفة موجودة، الإنارة موجودة، كأن الكهرباء كذلك موجودة، لأني أشوف محولات الكهرباء. ممكن تعطينا عن مدى جاهزية البنية التحتية في واحة الصجعة الصناعية؟ اي اكيد راشد، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما انت عارف، مشروع وحده الصجعه الصناعيه يعتبر احد المشاريع التابعه لشركه الشارقه لاداره الاصول، اللي هي تعتبر الذراع الاستثماريه لحكومه الشارقه. نعم. كان الهدف من المشروع هذا هو خلق مدينه صناعيه نموذجيه تلبي احتياجات التطور الصناعي في اماره الشارقه، وفي نفس الوقت بنحاول لجعل اماره الشارقه الوجهه الصناعيه او الوجهه الاولى للاستثمارات الصناعيه في الاماره. مثل ما تفضلت، طبعا الحمد لله البنية التحتية طبعا للمشروع متكاملة. انتهينا من مشاريع البنية التحتية في شهر نوفمبر السنة الماضية. بالبنية التحتية نقصد عندنا مثلا خطوط الكهرباء متوفرة، الماء، الغاز، شبكة مكافحة الحريق، الشوارع كلها مرصوفة، المواقف، السيارات، إذاعة الشوارع. يعني وصلنا الحين لمرحلة أن المستثمر يشتري الأرض اليوم، ثاني يوم يقدر يبني فيها. الخدمات متوفرة ما شاء الله. طيب يعني شو قصدك بكل الخدمات متوفرة؟ يعني من ناحية البنية التحتية، أول سؤال طبعا الناس تسأله في قضية الكهرباء، هل الكهرباء متوفرة؟ نعم، احنا المحطات أو اللي هي احنا نسميها سب ستيشنز موجودة، الكيابل الممدودة في الأرض موصلين حد الكيابل إلى 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 يعني حد الأرض بالضبط. خطوط المي متوفرة. نحن نعتبر المشروع الصناعي الأول في الإمارة اللي في عندنا شبكة مكافحة حريق. شبكة مكافحة حريق، شو المقصود فيها؟ خبرنا حريق. بس هذا يا طويل العمر مثل ما تعرف يعني مشاكل الحرائق في المناطق الصناعية على مستوى تصير. الدولة تصير على مستوى الدولة بالفعل تصير، واضح. نعم. ويعتبر يعني أحد المشاكل المؤرخة، خلينا نقول بالنسبة للشباب في الدفاع. صحيح. فكان توجيهات بالنسبة للمشروع هذا أن نحن نوفر شبكة كاملة للدفاع المدني، بحيث أن صاحب المشروع من يخلص، خلينا نقول مثلا بيبني المستودع عنده أو المصنع، يوصل المصنع عنده بالشبكة هذه. ففي حالة لا سمح الله صار حريق أو شيء، شبكة الدفاع المدني المتوفرة في المشروع هي اللي بنقول بتشغل نظام مكافحة الحريق. فما في داعي للمستثمر أنه مثلا يبني له خزان ماء أو يحط له مضخة لمكافحة الحريق، أو في بعض المصانع حتى مثلا خلينا نقول يتغاضوا عن الموضوع هذا. فهذه ميزة، يعني خلينا نقول هي المشروع الصناعي الأول في الإمارات اللي وفر فيه هذه الميزة. جميل. الآن كذلك أنا أشوف الكهرباء موجودة، مش فقط كمثل ما قلت أنت اللي هي الكيبلات أو المعرف شو يسمونها بالضبط باللغة العربية، يعني حتى المحولات موجودة، بحيث أن الواحد إذا يبي يبني الكهرباء مباشرة توصل له. يعني مباشرة توصل له بالضبط، يعني من يخلص إجراءات يعني البيع أو العقد، الثاني يوم مباشرة يقدر يبني في الأرض. ممتاز. طيب شو نوع الاستثمارات او الانشطه اللي عاده تكون موجوده في واحه الصجعه؟ واحه الصجعه الصناعيه ابو راشد، احنا في عندنا الاراضي تقسم الى اربع انواع. عندنا النوع الاول هو الصناعي الخفيف، اللي هو في العاده يكون مستودعات. في عندنا الصناعي المتوسط، اللي هو متوجهين له بشكل اكثر بالنسبه لاصحاب المصانع. في عندنا اراضي متعدده الاستخدامات اللي هي ارضي ودورين. وفي عندنا الاراضي الخاصه للاراضي التجاريه، اللي بالنسبه للمحلات التجاريه او اللي بيبني سوبر ماركت او محل يخدم المنطقه الموجوده هنا. طيب كم تقريبا نسبه اللي تم بيعه في المنطقه؟ نسبه جيده ولا بعدكم توكم بادين؟ الحمد لله، المشروع احنا بالنسبه للمبيعات مقسمينها الى اربع مراحل. المرحله الاولى اللي طرحناها في بدايه المشروع، والحمد لله هذه انتهينا منها بالكامل،
تم بيعها بالكامل حاليا. المرحله الاولى اللي كانت بدايه المشروع بيعت 100%، بيعت 100% بالضبط. كم نسبه، كم نسبه المرحله هذه من كل المشروع؟ هي المشروع بحد بشكل كامل هو 353 قطعه ارض، المرحله الاولى كانت 55 قطعه ارض. فنتكلم في حدود تقريبا يعني حدود 20% 15% منها. حاليا المتوفر للبيع والعارضين للبيع هي المرحله الثانيه للمشروع، قسم على 114 قطعه ارض، انباع منها تقريبا 35%، والحمد لله يعني الطلب اليوم ما شاء الله هذا طلب، يعني خلينا نقول طلب كبير جدا. بالعكس يعني انا كم تقريبا حجم الاراضي ولا الاحجام متفاوته؟ يعني الاحجام متفاوته، تبدا عندنا من 16000 قدم لين توصل 100000 قدم، والاسعار عندنا تقريبا تبدا من حدود ال 92 درهم للقدم. عاد نحن مو وايد نفهم في الموضوع هذا، 16000 قدم اللي هي يعني تتكلم عن المستودع تقريبا، المستودع ولين كم؟ الين 100000 قدم، الين 100000 قدم من هذه الاراضي الكبيره اللي احنا يعني متوجهين لها لاصحاب الصناعات الكبيره، في بعضهم عندهم مصانع بالاضافه الى مستودعات او محتاجين مساحات كبيره جدا للتخزين. فالحمد لله يعني مساحات الاراضي في المشروع مدروسه بحيث انها تلبي جميع الاحتياجات. مداخل ومخارج الواحه، واحه الصجعه، قد تكون اخ عبد العزيز شويه ضيقه مقابل او صغيره مقابل قطعه الارض الكبيره ما شاء الله. الحين المدخل الوحيد اللي صاير على الجسر صحيح؟ المدخل احنا في عندنا مدخل خاص، غير هذا المدخل. يعني لو زورنا في الموقع تعرفنا هناك بتشوف ان احنا في عندنا مدخل خاص من شارع الامارات مباشره للمشروع، والمخرج ايضا حاليا نشتغل مع المقاول بحيث انه يكون المخرج ايضا مخرج خاص من المشروع الى شارع الامارات، فبالتالي الحركه بتكون سلسه جدا. ممتاز. الدخله بتدخل يعني ما بتضايق اي حد، ولا حد يدخل بيشارك في الدخله هذه الا المستثمرين في المشروع اللي طالب انه يدخل الارض هذه. بالضبط، والمخرج ايضا بيكون نفس الشيء. قلت لي في اراضي تجاريه كذلك ولا كلها صناعيه؟ لا في اراضي تجاريه بالضبط، الاراضي التجاريه اللي مسموح فيها للارضي ودورين. ارضي ودورين. ارضي ودورين نعم. وفي محلات كذلك سمعتك تقول؟ بالضبط، الاراضي التجاريه بحد ذاتها الدور الارضي عباره عن محلات، والاول والثاني مكاتب او شقق. ايضا في اراضي مخصصه للاراضي التجاريه اللي هم مثل اصحاب السوبر ماركتات او الجمعيه او الهايبر ماركت الموجودين، بحيث ان يفتح يعني تكون الارض مخصصه لهم. طبعا هذه واحه الصجعه الصناعيه هي بالدرجه الاولى صناعيه، لكن فيها كذلك مشاريع سكنيه وكذلك تجاريه مثل ما ذكرت. بالضبط. طيب احد الاخوه يقول يعني الان هذه الارض جايه قريبه جدا من اراضي او من مشاريع صناعيه اخرى اللي هي يمكن الامارات الصناعيه او الصجعه الصناعيه. فما مدى فائده مشروع صناعي يعني بجانب مشاريع صناعيه اخرى؟ في البداية الطلب الحمد لله الشاقة اللي اليوم تعتبر هي يعني الوجهة الصناعية الأولى في الإمارات. والطلب على الأراضي الصناعية في الشارقة يعني إحنا قاعدين نشوف من في اليوم الثاني في تزايد، فالطلب كبير جدا. فتوفير الأراضي الصناعية بالجودة المطلوبة أو بالبنية التحتية الممتازة هذا يعتبر رافد من روافد الاقتصاد بالنسبة للإمارة. صحيح. فلهذا السبب كان يعني توجه من الحكومة توفير مشروع مثل هذا. القضية الثانية مثل ما تشاهد الأراضي الصناعية اللي تشاهد في التوجه العام أنها خلاص أنها تطلع من المناطق السكنية بحيث أنها تكون كلها في خارج إمارة الشارقة. صحيح. فهذا بيوفر لهم أيضا بديل بالنسبة للمستثمرين في داخل الإمارة أن تكون عنده أراضي استثمارية أو أراضي صناعية في منطقة مميزة ببنية تحتية ممتازة، بحيث أنه يعني خلينا نقول الشغل اللي عنده ما يوقف. طيب أخ عبد العزيز كان عندي سؤال كذلك فيما يتعلق بالصرف الصحي. موجود في المنطقه هذه ولا بعده؟ لا بعد. لا بعده، بس في نيه كذلك ان توفرون من توصل شبكه الصرف الصحي للمنطقه هذه بنشبك معها، بتشبكون مباشره معها معنا. طيب كان بعد عندي سؤال، ما علي لو طولت عليك، بس لان الاخوه كذلك اشوفهم مهتمين بشكل كبير جدا في موضوع الاستثمار، ما شاء الله عليهم، يبدو الاخوه بعد تجار ويهتمون بالمسائل هذه. الان سلمك الله، واحه الصجعه الصناعيه في مجال ان مكاتب عقاريه تشتري باعداد معينه وكذلك تعيد البيع؟ نعم. ما في اشكال؟ ما في اي مشكله، بالعكس احنا يعني المستثمرين مرحب بهم في المشروع هذا، سواء كان اصحاب الشركات العقاريه اللي بيشتري ارض بيطورها كمستودعات بيرجع بيأجرها،
في عندنا مستثمرين لا هم اصحاب المصانع مثلا بيجي بيقول لك انا بحول مصنعي هنا، فالفرص الاستثماريه متاحه للجميع في المشروع. التملك كيف نظامه؟ التملك يا طويل العمر بالنسبه لجميع الجنسيات العربيه تملك حر، تملك الارض باسمه، وباقي الجنسيات في عندنا شيء يسمونه عقد الانتفاع لمده 100 عام. لمده 100 عام. لمده 100 عام. وهذا النظام اللي معمول فيه في تقريبا اغلب المشاريع الان اللي موجوده في الاماره. بالضبط. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. ما ادري اذا عندك شيء تبى تضيفه كذلك تبى تقوله. جزاكم الله خير، بالعكس يعني كفيت ووفيت واعطيتونا الفرصه ان يعني نبرز المشروع هذا، وندعو طب اكيد يعني مكاتبنا مفتوحه، المستثمرين اذا حابين يزورونا نحن مكاتبنا في الشارقه او يتصلوا فينا على الرقم المجاني 800 888، بنجاوب على جميع الاستفسارات. الله يوفقكم ان شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق اخ عبد العزيز. الله يسلمك. وارجع واقول بان واحه الصجعه الصناعيه هو مشروع استثماري يتبع الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، صحيح؟ بالضبط صحيح. طيب نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. مشكور، جزاك الله خير. الله يحفظك أستاذ عبد العزيز فكري، مدير أول واحة الصجعة الصناعية بالشارقة. ومثل ما نشوف نحن اللقطات الآن على الهواء يا أخواني، هذه واحة الصجعة الصناعية التي طلب الأخوة الاستفسار عن مدى جاهزية البنية التحتية فيها، وكما نلاحظها الطرق كلها معبدة، ليست الرئيسية وإنما كل الطرق معبدة، بالإضافة إلى الأرصفة، الإضاءة والإنارة موصلة فيها الكهرباء بشكل كامل، كذلك المواقف مثل ما هو واضح. يعني المنطقة الحمد لله رب العالمين جاهزة لاستقبال المستثمرين واللي عندهم اهتمام في موضوع الأراضي الصناعية والمسائل.